السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. جالي اسئله كتير جدا من الناس وبيسالوني فيها تجميعه ولا استيراد. النهارده هقول لك ايه الفرق ما بين الاوريجينال والتجميعه الجديده، وهتعرف ايه الافضل والانسب ليك وعيوب ومميزات كل جهاز فيهم، وكل اللي عليك انك هتختار بعد ما تعرف ايه اللي هيكون مناسب ليك. لو عايز تشتري كمبيوتر جديد لازم تركز كويس جدا في الفيديو ده وكل حرف بيتقال علشان توصل للشيء اللي انت عايزه. اكيد كلنا بنسأل ايه الفرق بين الاوريجينال والاجهزه التجميع، وخاصه لو هتشتري جهاز جديد. اول حاجه قبل ما ابدا في توضيح الفرق ما بينهم، في حاجه عايزك تتاكد منها، وهي ان الجهاز الانسب ليك او الاختيار اللي انت هتختاره هيكون على حسب احتياجك، مش هيكون على حسب ايه الافضل او الاسوأ. وكمان لازم تحدد مكوناتك ومتطلباتك. طيب يلا نبدأ ونعرف ايه الفرق ما بينهم. والاول الاجهزة الاوريجينال، وهي عبارة عن اجهزة مخصصة من شركات مشهورة جدا لا غنى عنها، زي شركة ديل او اتش بي، وطبعا الشركتين بينتجوا اجهزة ذات جودة تصنيع عالية. طيب تعالوا نعرف بقى ايه هي مميزات الاوريجينال. رقم واحد، تتوافق اجهزة الاوريجينال مع جميع انظمة التشغيل المتاحة حاليا، واللي هي لينكس والويندوز وغيرهم. رقم اتنين، تتوافق هذه الاجهزة وقطع الهاردوير لاعلى درجة. رقم ثلاثة، ثبات الجهاز واستقراره لفترات طويلة جدا. رقم اربعة، لا تتطلب منك التحديث الا بعد عمر طويل. رقم خمسة، تنظيم وترتيب كل قطعة داخل الجهاز وإتاحة التهوية التامة لها. رقم ستة، الاعتماد عليها لتعمل عدة أيام متواصلة وأكثر، وتصل إلى أسابيع دون تأثير. رقم سبعة، معروفة بالجودة والصناعة. رقم ثمانية، لا تأخذ مكانا كبيرا لأنها صغيرة الحجم. رقم تسعة، لا تتأثر بالجو الحار في الصيف لأن بها فريون تبريد. طيب قلنا المميزات، نشوف بقى العيوب. عيوب جهاز الأوريجينال، رقم واحد، يوجد صعوبة في قطع الهاردوير الخاصة بأنواع معينة. رقم اتنين، احيانا، وركز في اني بقول احيانا، بيكون في صعوبة في ايجاد قطع الهاردوير الخاصة بالاوريجينال، ولكن مع التطورات الحالية اظن ان كل قطع الهاردوير متوفرة بشكل عادي جدا. رقم ثلاثة، اجهزة الاوريجينال الديسك وليس التور لا تدعم تركيب بعض قطع الغيار زي كروت الشاشة مثلا، ولكن توجد بعض الاجهزة بتدعم. باختصار، هذه الأجهزة مخصصة للعمل الشاق دون وجود مشاكل أو أي أعطال مفاجئة. إن هذه الأجهزة جيدة التصنيع، بمعنى أن الشركات التي تشرف عليها شركات كبيرة جدا زي اتش بي وديل. طيب لو اتكلمنا بقى عن جودة التصنيع، هقول لك أجهزة الأوريجينال فيها قطع هاردوير تحتوي على أداء عالي جدا، وهبسط لك الموضوع كمثال كده. رامات 1 جيجا في جهاز الأوريجينال مش هتبقى زي رامات 1 جيجا في جهاز التجميع، الاداء هيختلف زي رامات الايفون والاندرويد كده. الاجهزه الاوريجينال تدوم لسنوات طويله دون تاثير منها في العمل والاعتماد عليها كليا. بكل تاكيد في عيوب زي العيوب اللي قلناها من شويه، وعيب من ضمن عيوب الاوريجينال انك ممكن تلاقي سعرها عالي احيانا مقارنه باجهزه التجميع اللي هتكون بنفس المواصفات تقريبا. ولكن زي ما قلنا من شوية ان في فرق كبير في جودة الصناعة والتقنيات المدمجة، اي ان الموضوع مش موضوع قطع غيار او قطع هاردوير موجودة داخل الجهاز فقط. طيب نشوف بقى اجهزة التجميع، واللي هي الاجهزة اللي بتعتمد عليك انت. يعني ايه؟ يعني انت اللي بتجمعها من الاخر، والموضوع مش محتاج توضيح. كل اللي عليك انك بتختار القطع اللي انت عايزها كلها، من بروسيسور لكارت فيجا لرامات لهارد لماذربورد لكيسة، وبتجمعهم علشان في النهاية تحصل على جهاز كمبيوتر. ولكن في نقاط تحسب لجهاز التجميع ونقاط عليه. طيب مميزات جهاز التجميع بقى ايه هي؟ اول حاجة، اختيارك لكل قطعة في جهاز الكمبيوتر بسهولة. ثانيا، اتاحة امكانية تحديث الجهاز كل فترة وتغيير القطع اللي انت عايز تغيرها. ثالثا، التحكم الكامل في كل قطعة في الجهاز. رابعا، اتاحة تركيب مراوح التبريد والتهوية بسهولة. خامسا، سهولة اصلاح واستكشاف العيوب. سادسا، قطع الغيار هتلاقيها في كل مكان من الاخر. طيب خلصنا كده المميزات، نشوف العيوب بقى. عيوب جهاز التجميع، رقم واحد، العمر الافتراضي للجهاز
قصير. رقم 2، لا تستطيع الاعتماد على الجهاز للعمل ايام او اسابيع. رقم 3، لا تستطيع الاعتماد عليها لتعمل عدة ايام او اسابيع متواصلة. رقم 4، يجب كل فترة التأكد من المراوح تعمل بشكل جيد لأنها تسبب مشاكل كثيرة إذا ضعفت. رقم 5، ظهور أخطاء كثيرة ومشاكل كبيرة جدا دون أي سبب. رقم 6، أيضا ضعف الهاردوير مع الاستخدام المستمر. رقم 7، ترقية قطع الجهاز حتى تحافظ على قوة الجهاز. رقم 8، انك تكون ذو خبرة عند شراء جهاز تجميع. رقم 9، ارتفاع حرارة الجهاز بشكل كبير جدا وملحوظ وبالذات في ايام الصيف. رقم 10، ارتفاع صوت الجهاز عن صوت جهاز الاوريجينال. رقم 11، اجهزة التجميع بتكون كبيرة الحجم نوعا ما. رقم 12، لا تتمكن من تنظيم الاسلاك وقطع الهاردوير بالداخل علشان بتكون بشكل عشوائي. رقم 13، توجد كثير من قطع غيارها غير أصلية. باختصار، الجهاز التجميع مش هيكون مفيد إلا في حالة إنك محتاج تشتريه علشان شغل معين، واختيار قطع محددة كما تريد، وده مش هيدي نتيجة إلا لو كنت تعرف ليه هتشتري القطعة دي وإيه فايدتها وهتخلي أداء الجهاز يبقى عامل إزاي. أما بقى لو رحت اشتريت أي حاجة من غير ما تعرف ايه فايدتها، فاعتقد ان الجهاز مش هيدوم معاك لوقت طويل، ده غير انك هتدفع مبلغ كبير على الفاضي. اما لو تعرف ايه اللي انت بتشتريه وايه فايدته واثق من قرارك، فبكل تأكيد هيكون التجميع مناسب ليك. وبكده هنكون انتهينا، واي سؤال اكيد عارفين ان طرق التواصل معايا موجودة تحت اي فيديو جديد بينزل على القناة. سلام.